الآن دعونا نمر بسرعة على الصفات العامة لكل نوع من أنواع السينابي، بماذا تختلف وما الذي يجمعها. فلنبدأ بالفن السابع، سيناريو الفيلم السينمائي. هو فن اختصار الحوار والاستفاضة في السيناريو. رح تقلي شو يعني الحوار يا صديقي؟ هو كل ما يتكلم به الممثل، ممثل مع ممثل، هذا الحوار. أما السيناريو هو وصف المشهدية للحدث. مثلا دخل إلى الغرفة، وجد زوجته مدرجة بالدماء، صرخ، نظر إلى النافذة مكسورة. هذا الوصف الطويل، هذا كله السيناريو، توصف وصف عام للمشهد لحتى يجي الحوار اللي بدي يقوله الممثل بالمكان المناسب، بحيث أنه تكون الجمل قصيرة مختصرة وشاملة. وأهم شيء بالفيلم السينمائي أنه تكون الجمل ذكية، بعيدة كل البعد عن الحشو والكلام المكرر والمبررات والتهديدات، لأن لغة السينما هي رسائل، وغالبا ما تكون مبطنة وبذكاء، وعليها تحريك مخيلة المشاهد وتخليه يبلش فورا ببناء التوقعات. وهنا مربط الفرس، ومن هنا ترد الإبل. لازم تدخل المشاهد معك باللعبة، وتخليه دون أن يعلم ودون أن يدرك ودون أن يعي أن يبدأ ببناء التوقعات. ومقابل كل حوار لأي مشهد، علينا في خانة السيناريو أن نكتب بالتفصيل الممل والملم كل صغيرة وكبيرة تتخيلها في هذا المشهد، كوصف للمشهد من المكان والزمان والأثاث، وصولا إلى الحالة النفسية للمشهدية. لهذه الدرجة، بعد ما وصفت للغرفة، بعد ما وصفت الاستديو، بعد ما وصفت الشارع، بعد ما وصفت السيارة، بعد ما وصفت الأسانسير، المصعد، الدرج، المستودع، أي شيء عم بتشوف فيه وهذا المشهد بدك تكتبه، بدك ترجع بعد وصف كامل لحتى أقدر أنا كمخرج أو كمنتج أو كممثل أتخيل المكان حتى أبني شخصيتي عليه. بدك ترجع تعطيني الحالة النفسية للمشهد. وهنا علينا الانتباه جيدا أن نترك في عالم السيناريو السينمائي المجال للصورة أن تتحدث، وهي خاصية يتميز فيها السيناريو السينمائي، الصورة السينمائية مع الموسيقى التصويرية. ووصف الحالة المشهدية في السيناريو هي المقدمات والممهدات والمبررات وخواتم المشاهد في الفيلم السينمائي. وهذا يختلف تماما عن الدراما وعن بقية الفنون والسيناريوهات. نرى في السينما مشاهد دقيقة أحيانا، أو 30 ثانية أو 40 ثانية، أو صامتة لا أحد يتكلم، لكنها تكون معبرة، معبرة كثيرا، تحمل رياكشن، تحمل بادي لانجوج، تحمل مؤثرات صوتية، مؤثرات بصرية، لكنها بدون كلام، وهي بيضة القبان في الفيلم السينمائي، وتعد أكثر تعبيرا من الحوار وما يقوله ممثل الأفلام. ومن هنا يجب الموازنة بين ما يقال من حوار مختصر، وبين ما نصفه من حالة مشهدية للصورة، وما يجب أن توصله الصورة للمشاهد. حوار مشهدية مع الصورة، لما بيجتمعوا اثنين مع بعضهم شو بدهم يوصلوا للمشاهد، وشو لازم المشاهد يفهم ويتوقع ويحلل عند رؤية هذه المشاهد. الخط الدرامي الأساسي في السيناريو السينمائي هو البطل الأوحد، وباقي الخطوط الدرامية تتشعب منه ولا تنفصل عنه، ومهمتها الأساسية دعم وتبرير ما قد يحدث في الخط الأساسي. خليني أخبرك، يعني لما بيكون القصة مبنية على حدث معين وعلى بطل معين، وهذا البطل في معه أبطال أو مساعدين، وفي أحداث جانبية تنفصل وتتصل عن هذا الشخص، لكنها أبداً أبداً لا تخطف الأضواء من الخط الدرامي الأساسي للعمل السينمائي. عمل واحد يمشي من بداية العمل إلى نهايته دون انقطاع، أحداث مساعدة تتفرع منه، لكن يجب أن لا تخطف الأنظار من هذا الخط. يجب أن لا يظهر بطولة ثانية، شخصية بطلة ثانية بخط جانبي يخطف الأنظار من هذا الخط، وهذا تتميز فيه السينما. لا تحتمل التأويل 90 دقيقة 100 دقيقة الفيلم السينمائي منه 30 ساعة تلفزيونية،
حتى تقدر تخلق شخصيات وتنقل البطولة بين الأفلام. مغامرة كبيرة أنك تنقل البطولة بين الأشخاص وبين الخطوط الدرامية بالسينما. لذلك الخط الدرامي الأساسي في السيناريو السينمائي هو البطل الأوحد، وباقي الخطوط الدرامية كما ذكرنا سابقا تتشعب منه ولا تنفصل عنه، ومهمتها الأساسية دعمه، تلميعه، وتبرير ما قد يحدث معه. الخط الدرامي الأساسي هو العمود الفقري والركيزة الأساسية للعمل، بغض النظر إن كانت البطولة السينمائية أحادية أو جماعية. كما أن هناك قواعد في علم سيناريو الفيلم السينمائي لا تنطبق كثيرا على غيره من أنواع السيناريو، هي أنه يمكن أن يكون العمل الفيلم بحد ذاته هو البطل، لا أبطاله ولا مخرجه ولا منتجه ولا مدير التصوير ولا أي أحد. العمل ككل هو البطل، عندما تذكر العمل فقط، وهي ميزة لا تنطبق على أي نوع من الأعمال الفنية الأخرى. شفنا كثير من الأفلام اللي أحصدت أهم جوائز السينما العالمية وأبطال الفيلم مش معروفين، جدد ليس لديهم ذاكرة مسبقة عند المشاهد، وهذا لا ينطبق على الكثير. لهذا لابد من التركيز على حبكة ودقة السيناريو السينمائي، فأنت تسترع انتباه الناس في 90 دقيقة فقط، ومن يتابع 90 دقيقة سيدقق عليك أكثر ممن يتابعك ب30 ساعة في العمل الدرامي التلفزيوني، فعليك أن تكون دقيقا. في السيناريو السينمائي يجب أن تعلم بداية الفيلم ونهايته قبل البدء في كتابة السيناريو، قاعدة واحدة غير قابلة للتأويل ولا للتدوير ولا للتحوير. اعلم البداية والنهاية ثم أنشئ الأحداث. لا يمكن أن تبدأ في بداية قصة دون معرفة نهايتها، لأنه بأي لحظة أثناء كتابة السيناريو ممكن تخطر براسك فكرة تنسف كل شيء كتبته قبل، كنت وصلت للمشهد رقم 50، خطت براسك فكرة لنهاية العمل لكن رائعة الفكرة، جميلة، غير قابلة للنسف، لكن هي تنسف كل ما كتبته قبل، ثم تعيد الكتابة من أول وجديد، تعيد كتابة القصة من أول وجديد وتعيد، فقط لأنك وجدت نهاية مختلفة ومميزة. ولكن للأسف معظم الأحيان هذه النهايات المفاجئة اللي بتخطر على بال الكاتب أثناء الكتابة لا تتماشى مع البدايات ولا مع تطور الأحداث، والنوعية بتشبه الدوامة، أنا أسميها دوامة وهي خطيرة جدا. في كثير ناس بتعلق بهذه الدوامة، بتعلق بسيناريو واحد لسنين طويلة، لأنه بكل مرة بتبلش تكتب وبترجع بتعيد، ورغم أن أعاد كتابة السيناريو لأنها وجدت نهاية مميزة ومختلفة، معظم الكتاب اللي بيوقعوا بهالفخ بيفقدوا الثقة بنهاية قصته، وبيضلوا بيغيروها، وكل مرة بيغيروها وبيرجعوا بيعيدوا الكتابة من جديد، وإلى 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 وهكذا. وللعلم في كتير ناس وفي كتير كتاب بيوصلوا لمرحلة الملل وبيفقدوا الإحساس بالشخصيات وبالأحداث من كثرة تكرار وإعادة الكتابة. رح تسألني ليش، بقلك تخيل حالك عم تحضر نفس الفيلم 4 مرات، بالمرة الرابعة ما رح يكون إحساسك مثل المرة الأولى والثانية، لأنك صرت تشوف الفيلم من ذاكرتك أساسا أكثر ما عم تشوفه على الشاشة، والأهم أنك فقدت شغفك بتوقع القادم في المشهد التالي لأنك عارفه وشايفه قبل. هذا الشيء نفس الشيء اللي بيصير مع الكاتب، هذا نفس الشيء اللي بيصير مع الكاتب، لأنه هو اللي بنى الشخصيات، هاي الشخصية فقد الشغف فيها، هو بطل يعني خلاص تعود عليها، صار يعرفها كثير منيح وهي كثير بتعرفه، غير قادر على خلق الإبداع، غير قادر على خلق، هو أصلا دخل بدوامة المتوقع، فقد النهم والشغف. ولهذا أوصي أثناء كتابة سيناريو فيلم سينمائي أن تعلم البداية والنهاية وأن ترسم المنحنى بينهما، المنحنى الأساسي للعمل قبل بداية العمل، بداية نهاية والآرك، هذا الخط الأساسي الدرامي، شو بده يصير فيه أحداث بسيطة، وين واحد اثنين بعدين بصير هيك بعدين هيك قبل نهاية الفيلم، باقي الأحداث تعبيها أثناء تكتب، وأن تكون الأفكار الجديدة. ما في كاتب بالعالم بيقدر يقول أنا بدي بلش من هون وأنت هون خلص ما بدي أفكر بشيء تاني، لا لا لا، عند كتابة كل مشهد حلوة، خطرت الفكرة جميلة جدا، شو بدي أعمل؟
ما في امنعك على الافكار، لكن الافكار الجديده لازم تكون محصوره فقط في خدمه هذا الخط الاساسي المتجسد في البدايه، انطلقت ذروه الاحداث، نهايه العمل. يشبه طلقه المدفعيه، انطلقت الطلقه تنطلق بسرعه 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 حتى توصل الى ذروه ارتفاع، ثم تبدا بالنزول الى الارض باتجاه الهدف. هذا النزول لا يعني انه تبرد احداث القصه، انما تتسارع الى النهايه حتى تعمل صدى بنهايه العمل. اما التطورات اللي بتخطر على راسك اثناء الكتابه غير عن الاحداث الاساسيه، لازم تكون محصوره في المواقف المشهديه فقط، اي ضمن القالب الذي تم رسمه مسبقا. هذا المشهد انا بدي كوميديا، اوكي فيني، بس انا عارف ان هون بدي كوميديا، فاني اتطور قد ما بدي بالكوميديا بما يلائم الشكل العام، القالب العام للعمل. بهذا المشهد انا حاطط انه هون لازم يكون في اكشن، انا حاطط في اكشن. التطور بيكون شو الاكشن اللي بدي يصير، مش غير الاكشن وحط شيء ثاني. فانت نزعت البنيه الاساسيه للسيناريو اساسا. طيب انا هون بدي العكازه، العكاز الثالث للسينما، مشاهد جنسيه مثلا، مشاهد حميمه مثلا، اوكي طور داخل المشهد لكن لا اغير المشهد. والان اريد منكم ان تكتبوا اهم 5 عوامل يجب الانتباه لها عند البدء بكتابه سيناريو فيلم سينمائي لما تعلمته سابقا.